بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وله. معشر الإخوة الكرام، أول ما أبدأ به نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يبدو من أن شهر رمضان قد أضفاه على هذه الجلسة من الهدوء، ونرجو أن يكون هدوءا يعني مستمرا إن شاء الله الرحمن الرحيم حتى نتفاهم، لأنه المعارضة لا بد تدير شغلها، لا بد تنتقد الحكومة، ماشي عيب وتنبه الأخطاء ديالها والعيوب ديالها ولا غلطات ولا ماشي مشكل. الحكومة راه حتى هي عندها المسؤوليات، خصها تسمع. المشكل هو ملي كتحول الكلام المنطق لغير مقبول وغير معقول. ساعة بطبيعة الموضوع سيد رئيس الحكومة، الموضوع لا السيد رئيس، موضوع الناس اليوم تكلموا على الأسباب السياسية ما تكلمتش معهم على الموضوع، الله يخليك، كتكلم مع رئيس حكومة وكيعرف اش كيقول وعنده وقت ديالو، تحكم في الوقت. إلا كان عندك في الدستور كتعلمني الموضوع قولها لي السيد رئيس. أنا مرتبط بالقانون الداخلي. الله يسلمك بخير، ما عندكش الحق باش تتكلم معايا. لا اسمح لي، اسمح لي رئيس الحكومة، عندي الحق فقط. أنا اللي كنسأل، لا اسمح لي أسي بن كيران، أنا الذي أسير الجلسة هذي، ومن حقي وعندي الفصل في القانون الداخلي وفي الدستور. العفو، هذا كلام لا يليق بك سي رئيس الحكومة. هذا هو، هذا كلام لا يليق برئيس الحكومة. العفو عفو. سيد رئيس راك عزيز علينا. يا سيدي انت في محلك. احترموك. الله يخليك، احترم نفسك. كذاك. الأستاذ تفضل. تابع. ولهذا التشويش. آسي عطاش. أيوة. لولا الهدوء. لا تنضافوا للجهات التي تشوش على هذه الحكومة، فقد كثرت. آسي المستشار المحترم. آسي المستشار المحترم. أرجع سيدي. الهدوء من فضلكم. تفضلوا سيد الكريم. سيد الرئيس. كاك. تفضلوا. حتى نعرف راسي واش عندي الحرية ديال الكلام ولا ما عنديش. إلا ما عنديش بلاش. طافي. تفضل. نعم. ماشي شغالك أنت. سيدي. أنت ماشي شغالك تكلمتي على شنو ما بغيتي. الله يخليكم. هادشي اللي كاين. سير لبار. لا غنتكلم. ولكن إلا قطعني شي واحد راه بينهم غير راسه. سيد الرئيس. لا هادشي اللي كاين. سيد الرئيس تفضل. كل الأمور واضحة. سيد الرئيس. أنا ماشي حيط قصير. سيد الرئيس لست حائطا قصيرا. يا سيدي تفضل. وأنت رجل نحترمك ونقدرك. يا سيدي تفضل. يجب أن تقدرنا. أستاذ تفضل. ماشي شغالك سيد الرئيس. تفضل. ماشي شغالك. أنا عندي الحق نتكلم. ولا خرجت على الدستور نبهني. اللي الرابط بيني وبين الدستور. سيد الرئيس. هكذاك. والو انا ما محتاجش نتكلم. الا كان من الضروري يسكت بلي يسكت. هذه الحكومه كيساندها الشعب الى تكلمات وكيساندها الشعب الى سكتات. الله يخليكم. نعم، وقد واجهتوا بعضكم بالصمت وغلب الصمت الكلام الفاحش. سيد الرئيس. وغلب الصمت الكلام الفاسد، وغلب الصمت غلبا. سيد الرئيس. غلب الشتمه وغلب السبه وغلب كل كلمات السيئه. سيد الرئيس تفضل. باش تكون على راحتك السيد الرئيس. تفضل. ولا تنضاف للجهات المشوشه، فلا يليق بك. وقد كثرت. وقد كثرت. سيد الرئيس. تنعرف راسي. الى انا رئيس حكومه عندي الحق نتكلم، نجي لهذه الغرفه. ولا ما عنديش الحق نتكلم قولها لي. سيد الرئيس تفضل. عبد الله يهديك. هذا هو، حتى تكون الامور واضحه. طيب باش بعد. لا والو. تابع. لا يشوشوا علي. تابع. وانا ما احتاجش نتكلم. سيد الرئيس. الشعب يعرفني ويعرف خصومي. يا سيد الرئيس. الشعب يعرفني ويعرف من يواجهني. الشعب يعرفني ولا يحتاج ان اتكلم، يعرفني. وكلامي قد سمعه من قبل. وقد آمن به وقد صوت بسببه. وعطى المرتبة الأولى للحزب ديالي. وعطاني جلالة الملك رئاسة الحكومة وقوة الحكومة. ما نحتاجش نتكلم. هذا هو. تفضل. ولا ما بغيتيوش هادشي وبغيتيو انتخابات سابقة الأوانيات، تفضلوا حنا موجودين. تفضل. يا الله من غدا.
الله يخليكم الله يخليكم واش تيسحب الكوماديه الله يخليكم الله يخليكم هدوء هدوء انت الكل هدوء هدوء تاوز خلعوني انا ما تخلعونيش اقدر رد لي السيد رئيس التوقيت ديالي الله يجزيك بخير كيفاش رد لي التوقيت ديالي ملي قاطعتيني سيد الرئيس ملي قاطعتيني انا ارجوك الهدوء الهدوء والله ما نتكلم ولا تكلمتي لا ما رديتيش لي التوقيت ديالي الوقت اللي قاطعتيني فعلا الله يخليكم الله يخليكم ما محتاج تتكلم سنعود الله يخليكم الله يخليكم ما محتاج الله يخليكم رديت التوقيت ديالي 21 دقيقة دعونا نعود إلى بداء سيد الرئيس 21 دقيقة سيد الرئيس خلينا نتكلم سيد الرئيس لا ترد لي التوقيت ديالي سيد الرئيس دقيقة دقيقة خليني ليسي ما بلاص يا أمو لا اسمح لي لا سيد الرئيس حليا سيد الرئيس الله يخليكم سنعود رئيس الحكومة سنعود إلى الله يخليكم سنعود إلى بداية الشوط الأخير بتوقيته المنتظر وأرجوكم شامل الهدوء حتى نتمم هذه الجلسة الرائعة في جو يسود الاحترام المتبادل وروح المسؤولية ونعطي مثل كذلك لمن ينظر إلينا عبر الشاشة في هذا الوقت في الوقت الصعب جدا وبالتالي أرجوكم سيد الرئيس عودوا إلى وعيكم ولكم الكلمة لا من اللي ترد لي التوقيت ديالي لا اتفقنا غادي نرجع غادي نرجع ما كاين مشكل ما كاين مشكل سيد الرئيس تاع الكلام تفضل انت رئيس الحكومة ديال اللي بغيتي سيدي راه والله العظيم تفضل تفضل والله العظيم السيد الرئيس مع كامل الاحترام إلا تنجي كل مرة بنية حسنة